بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله الذي وفقنا وجئنا في هذا اليوم المبارك يوم الأربعاء في هذا الشهر المبارك، شهر محرم الحرام 1435، وجئنا إلى سيئون وزرنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، ونحن الآن في قبته وأمام ضريحه المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الزيارة ويعجل بالبشارة. والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي هو ما يحتاج إلى أن يعرف، فهو معروف في العالم الظاهر بشكل ما يخطر على بال، وأما في العالم الآخر فهو كذلك من أئمة ذلك العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا به في كل حال. وهو كما وفاته كانت في ظهر يوم الأحد 20 من ربيع الثاني سنة 1333 الهجرة، ومن أكابر أئمته مشايخه الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس رضي الله عنه، ونفعنا بهم أجمعين. له العلاقة التامة به والرابطة القوية به في كل حال، وله القصائد العظيمة الطنانة الرنانة في مدح ذلك الإمام وفي ارتباطه به وفي انطوائه في ذلك الإمام. وهنيئا لمن كان كذلك في مشايخه. فنسأل الله أن يعرفنا قدر مشايخنا وقدر أئمتنا وقدر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وما كانوا أئمة كما هو معلوم المشايخ الكبار إلا لأنهم متبعون للحبيب العظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وهذا الإمام له العلاقة التامة بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى كتب هنا على في هذا التابوت المبارك قال: فإن يكون الزوار قرت عيونهم بزورة قبر المصطفى فهو ذا عندي، كما يقول: فإن يكون الزوار قرت عيونهم بزورة قبر المصطفى فهو ذا عندي. وهو كما هو معلوم أنه لما زار تريم زار الفقيه المقدم ووجد مكتوب عليه رضي الله عنه محمدي، فهو رضي الله عنه مربوط بالحبيب الأعظم ربط قوي. فهنيئا له وهنيئا لمن تقبض كما يقولون عندنا تقبض بالحيد الكبير بالعالم المفرد، وهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو له العناية التامة من ذلك من الحبيب العظيم صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله كما من عليه بقوة الرابطة بالحبيب العظيم صلى الله عليه وسلم وقوة النظر من الحبيب العظيم صلى الله عليه وسلم عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يحن الروح الطاهرة علينا ونحوز شيء من نظراتها العظيمة وقوة، نكون نحن وأولادنا وذرارينا بقوة الارتباط به والمحبة له حتى نرتبط بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله أن يوفقنا والحاضرين والسامعين ولكل خير، ويحفظنا من كل فتنة ومحنة وبوس وضير في الإقامة والسير، واجعلنا على منهاجهم نمشي وعلى آثارهم نمشي حتى نلاقيهم يوم القيامة بعد طول العمر في عافية واستقامة وبركة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.